السلام عليكم. هذا الفيديو من أهم الفيديوهات، وصدقا سيكون له أثر في حياتك إن شاء الله، أثر عظيم. أتمنى أن تتابعوه للأخير، وأتمنى أن تنشروه لكل الناس. إن لم تعمل به فيصلك أجر من عمل به. كلنا يأوي إلى فراشه في آخر الليل، ينام وهو في وافر صحته وعافيته، آمنا مطمئنا، قد أكل وشبع ولا يعاني من الجوع، لا يعاني من مرض، لا يعاني من أي ما ينغص حياته، ينام ملء جفنيه وعين الله تحرسه، ينام 7 إلى 8 ساعات ثم يستيقظ ليقوم إلى عمله وليقوم في النهار ليسعى أمام عياله وعلى نفسه. هذا الليل الذي ننامه وهذه الطمأنينة وهذه الصحة والعافية وهذا الأمان من الجوع ومن الخوف، ألا يستحق منا أن نشكر هذا الرب العظيم الكريم؟ ألا يستحق هذا الرب أن نشكره في هذا الليل؟ ألا يستحق أن نقوم لمدة نصف ساعة أو ربع ساعة على الأقل نصلي فيها ركيعات في جوف هذا الليل ثم ندعو الله لنا؟ هي من مصلحتنا ولا مصلحة لله، هو يتودد إلينا ويتقرب إلينا ويطلب منا أن نقوم في هذا الليل ليعطينا. هل نجد أحدا في هذا الكون يأتينا في آخر الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من يدعو فأجيبه؟ إنه الله ربنا الذي يتودد إلينا ويتقرب إلينا وهو في غنى عنا، يحتاج منا هذه النعم، تحتاج هذه النعم أن نشكر هذا الرب العظيم الكريم بركيعات قليلة في هذا الليل البهيم، على ما آمننا وعلى ما أصح أبداننا وعلى ما أطعمنا وأسقانا. يستحق هذا الرب العظيم أن نقوم بين يديه ولو نوفيه، لو قمنا الليل والنهار ولو قمنا آلاف سنين لن نوفي الله سبحانه وتعالى هذا الحق. ثم لو أن أحدهم قال لك بأن هناك رئيس أو هناك مسؤول سيمر في الثلث الأخير من الليل، ولله المثل الأعلى، سيمر وإن طلبت منه سيحقق طلبك، والله لن تنام الليل، والله ستجلس في الشارع تنتظره حتى يمر لتسأله ليحقق لك طلب من طلبات الدنيا، فما بالك برب العالمين، برب الكون الذي وعدك بأنه سيحقق لك، الذي هو يطلبك ويقول لك هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه؟ ألا يستحق، ألا نستحق نحن أن نقوم بهذا الليل علنا نصل لرحمة الله ولمغفرة الله ونشكر الله على هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. أتمنى منكم أن تنشروا هذا الفيديو على أوسع نطاق.